السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2016، وحديثي إليكم في إطار معا رشاد أتطرق فيه بسرعة إلى موضوعين أو ثلاثة إذا شئنا من مواضيع الأحداث أو الحدث هذه الأيام في الجزائر. أول هذه ربما الأحداث واللي أصبحت وكأنها عادة أو أصبحت وكأنها شيء طبيعي هو غرق باخرة أو باخرتين صغار، يعني من شاطئ أم الطبول، بلدية أم الطبول في ولاية الطارف، وغرق عدد من الجزائريين، عدد من الشباب غرقوا في هذه أول أمس. كانوا انطلقوا قبل 3 ليالي، لكن أول أمس اتضح أنهم لم يصلوا إلى إيطاليا، وإنما كما روالي أحد المقربين من هذه المجموعة أنه بعد أن شعروا بأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى إيطاليا، حدث شجار ما بينهما، هل ما بين الشباب اللي كانوا في القارب، هل يكملوا الطريق أم يعودوا؟ وفي النهاية قرروا العودة. قبل الوصول أساساً توفى أحد الشباب، كان مريض بالسكر، ربما في حالة الهلع التي أصابت القارب توفى حتى قبل أن يغرق القارب. لكن غرق القارب فيما بعد، نجا 3 أشخاص عندما سبحوا إلى الشاطئ، وبعد معاناة شديدة نجوا، لكن يعتقد على الأقل 14 شخص آخر في عداد المفقودين. هناك من يتحدث على 10، لكن المصدر الذي حدثني وهو أحد الأصدقاء لهؤلاء يقول أن العدد أكثر من ذلك. وفي الصورة هذه نشاهد أحد الغرقى وهو يحمل رضيعه في يديه. أصبحت هذه قضية الحرقة وقضية الذين يموتون في البحر مؤلمة جدا. والحقيقة أن هناك مئات من الشباب الجزائري في هذه السنوات العشر الأخيرة، هناك من يعتقد أنهم ربما آلاف ماتوا في البحر، ماتوا وهم يحاولون ما بين الجزائر وإسبانيا، أو ما بين الجزائر وإيطاليا، أو حتى ما بين وفي بحور أخرى. قبل أسبوع أو أسبوعين غرق باخرة قارب أيضا، غرقت في بحر إيجا ما بين تركيا واليونان، وكان على متنها حوالي 50 أو 52 شخص، ويعتقد أن نصفهم كانوا جزائريين والباقي كانوا سوريين وعراقيين ومن جنسيات أخرى. السؤال البسيط والبديهي والمنطقي، لماذا يهرب الجزائريين من أوطانهم؟ لماذا وطن هو العاشر من حيث المساحة عالميا، وطن مساحته على سبيل المثال أكبر من مساحة ألمانيا 6 مرات ونصف، وفي حين أن ألمانيا عدد سكانها أكثر من 80 مليون، فإن عدد سكان الجزائر أقل من 40 مليون أو في حدود 40 مليون، منهم على الأقل أو في حدود 6 ملايين خارج الجزائر. لماذا 34 أو 35 مليون اللي باقيين يحاولون، كما ذكرت بعض الأخبار قبل شهر، 59% من الجزائريين يريدون الهروب من الجزائر، يريدون الخروج من الجزائر، يريدون اللجوء من الجزائر، يريدون الفرار من الجزائر. لماذا يفر الجزائريين من أوطانهم؟ لماذا يفر الجزائريين من هذا الوطن الشاسع الأكبر
مساحة في إفريقيا والأكبر مساحة في العالم العربي. مساحة الجزائر هي نصف مساحة أوروبا الغربية، هي أكثر من 4 مرات مساحة فرنسا، هي أكثر من 8 مرات مساحة بريطانيا. لماذا يفر الجزائريين إلى هذه البلدان وإلى غيرها من البلدان؟ تأتيني رسائل وتأتيني كتابات وتأتيني اتصالات من ناس في الصين، في الأرجنتين، في الشيل، في هايتي، في ساحل العاج، في جنوب إفريقيا، في نيوزيلندا، في أستراليا. طبعا لا أتحدث عن عشرات الآلاف في كندا، عن عشرات الآلاف في الولايات المتحدة، عن مئات الآلاف أو الملايين في الحقيقة في فرنسا. لماذا الناس تهرب من هذا الوطن؟ ليس فقط تهرب عن طريق التأشيرة أو عن طريق البحث عن عمل أو عن طريق البحث عن دراسة أو عن أي طريقة، ولكن تهرب وهي تعلم في قوارب موت، تعلم أن احتمالات الموت قد تكون كبيرة وأن كثيرين خرجوا من قبل وماتوا. هناك آلاف الأسر التي تبكي ولا زالت تبكي أبنائها لأنهم لم يجدوا لهم أثر، لأنهم غرقوا في البحر، لم يستطيعوا أن يقيموا لهم قبر، لم يستطيعوا أن يبكوا كما يبكي الناس على الميت. والذين يا إخوان لا يبكون على أو لا يجدون قبر لعزيزهم أو لقريبهم أو لابنهم، راهي معاناتهم أكبر مليون مرة ممن يجدون قبر. واسألوا أهالي المختطفين في الجزائر لماذا معاناتهم تصل إلى حدود قصوى، لماذا ما زال يبكون على أبنائهم وأبائهم وإخوانهم منذ أكثر من 20 عام عندما اختطفتهم أيادي الإجرام، أيادي الذين قاموا بانقلاب على الشعب الجزائري. لأن الذي لا يجد قبر يبكي عنه يبقى يحمل ذلك الهم وذلك الحزن وذلك الأسى، وكثيرين من الآباء، كثيرين من الأمهات، وكثيرين من الزوجات، كثيرين من الإخوان ماتوا أسى، ماتوا أسى على وطن كان الناس في الخمسينات لما اندلعت الثورة الجزائرية كثيرين كانوا في الخارج، فإذا بهم عادوا ليقاتلوا، عادوا ليقاتلوا من أجل أن تتحرر الجزائر. بطبيعة الحال كان هناك جزائريين في الداخل هربوا لكي لا يقاتلوا، كان هناك أبشع من ذلك وأسوأ من ذلك، بعض الجزائريين اللي انضموا لكي تبقى الجزائر الفرنسية للأبد، ومن هؤلاء كثيرين 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 جدا. لكن من هؤلاء أبشعهم وربما هو الذي يمثل صورتهم الأكثر بشاعة والأكثر فظاعة والأكثر إجراما هو خالد نصار. خالد نزار يقول بأم لسانه قبل أو بعظمة لسانه قبل حوالي شهر أنه انضم إلى الجيش الفرنسي متى؟ في 56، في 56 انضم رسميا، كان يدرس في مدرسة عسكرية فرنسية، لكن في 56 انضم رسميا للثورة للجيش الفرنسي. ولما سئل ولماذا لم تنضم إلى الثورة وكانت قد عندها سنتين من دعت، قال نفسيتي لم تكن مهيئة، لم تكن مهيئة لكي أنضم إلى الثورة. يعني نفسيتك مهيئة لكي تنضم إلى الجيش الفرنسي لكي تبقى فرنسا أو الجزائر الفرنسية، ولكن نفسيتك ليست مهيئة لكي تحرر البلاد. لكن فيما بعد طبعا هو وبعض ممن أرسلهم بيير ميسمر ووزير دفاع ديغول إلى الثورة لاختراقها، ونحن نعرف أين وصلوا وماذا فعلوا. ألم شديد، ألم شديد بكل ما تعنيه الكلمة، أن يهرب الناس من وطنهم، أن يهرب الناس من أفضل ما لديهم في هذه الدنيا وهو الوطن، حيث الأهل، حيث الأقارب، حيث الأصدقاء، حيث الإخوان، حيث الطفولة، حيث هذا هو حال الجزائر اليوم. ومع ذلك، مع ذلك يتجه هذا النظام إلى مهزلة أخرى، إلى عبثية أخرى سماها الدستور، إلى تعديلات أخرى أكثرها أو جزء رئيسي منها هو جريمة في حق الجزائر، جريمة في حق الشعب الجزائري. عندما يضع ما يسميه بالمصالحة
كمادة في الدستور دسترت ما يسميه هو بمصالحة، بمعنى دسترت اللا عقاب، بمعنى دسترت الجرائم التي حدثت في التسعينات، بمعنى أن ما حدث في التسعينات والمجرمين الذين قاموا بما قاموا كانوا قد أنقذوا الوطن، والذين كانوا ضحاياهم في أفضل الأحيان هم هكذا ذهبت حقوقهم، بل أنه في أحيان معينة هم المجرمين. هناك كوارث في هذا الإضافات الذي أضافوها لهذا الدستور. طبعا المادة 51 الكثيرين يتحدثون عنها، لكن هذه ليست لي الوحيدة. أنا في اعتقادي أن الصلاحيات التي أضيفت أو التي تم تثبيتها لما يسمى برئيس الجمهورية وهو العاجز اليوم تماما، وإضافة موضوع هذه المصالحة وإنشاء ما يسموه بلجنة لمراقبة الانتخابات، كل هذه جرائم. أنا صراحة وأعتقد أن الأغلبية العظمى من الجزائريين لا يعنيهم هذا الدستور، لأنهم يعلمون أنه يأتي من مجموعات ناهبة، من مجموعات النهب، مجموعات السرقة، مجموعات وكثير منها مجموعات قتلة يعني، وهم الذين يقولون هذا الكلام الآن. يعني عندما نسمع الآن ما قاله سعداني عن 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 توفيق، أو ما قالته لويزا حنون عن سعيد وشكيب خليل وبوشوارب، أو ما يقوله هذا أو ذاك عن هؤلاء الآن، كما الناس الحمد لله ثبت كل ما كنا نقوله أنا وأمثالي عن هؤلاء، من أنهم يتجهون بالبلاد إلى كارثة، من أنها الجزائر ستدفع ثمن غالي. شخصيا كنت في أول ربما تصريح لي في أكتوبر 95 وهو موجود على جريدة في جريدة الحياة ومنشور على الانترنت، قلت بأنهم يسوقون البلاد إلى كارثة حقيقية، ومن أنه إذا لم يتم توقيف هؤلاء المجرمين فالجزائر ستدفع ثمن غالي. عندما قلت هذا الكلام في 95 وتركت منصبي وتركت أهلي وتركت وطني وتركت كل شيء لكي أقول كلمة حق في وجه هؤلاء العصابات، كان هناك من يشكك في ذلك، لكن كان هناك عدد القتلى لم يكن تجاوز 30,000 أو 35,000. الآن كما تعرف، يعرف الناس جميعا وهم رئيسهم يعترف شخصيا بأن عدد القتلى زاد عن 200,000. في هذا الوضع إذن يذهبون بالدستور، لكن أنا لن أناقش هذا موضوع الدستور لأن الناس تعرف كما قلت حقيقته ومضامينه. لكن مرة أخرى أعود إلى ما يسمى بأحزاب المعارضة، الأحزاب الرسمية المتواجدة داخل ما يسمى بالمجلس الشعبي الوطني أو السنة. السؤال البسيط أيضا والمنطقي والبديهي، وأنتم ترون الجزائر تغرق في كافة الاتجاهات، وأنتم تشهدون على هذا، وأنتم تقولونه على بعض القنوات أحيانا، وأنتم أو بعض الجرائد تنقله عنكم أو في مجالسكم الخاصة، وأنكم تعرفون في كل هذا، لماذا تظلون تقدمون خدمة إلى هذا النظام؟ عندما تكونون ديكور، أنتم تعرفون من أنكم مثلا ثبت في قانون المالية 2016 من أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيء، برغم احتجاجكم، برغم غضبكم، برغم استفزازهم لكم، برغم كل شيء، مرروا القانون، وكلكم يعترف من أنه قانون إجرامي، من أنه قانون يبيع البلاد، من أنه قانون يفتح الشركات اللي كانت ما زالت خاصة شركة سوناطراك وشركة يفتحها لصوص المال العام اللي هما نهبوا الأموال والآن عملوا بها شركات ويستمرون في النهب. تقولون ذلك، أنتم تقولون أحيانا في هذا النظام ما لم يقله مالك في الخمر. هذا يقابله المفروض هذا القول وهذا الانتقاد فعل، وإلا بقي الكلام كلام، والفعل يقول على الأقل تقولون نحن لن نستمر في هذه المهزلة، نحن قلنا أن هذه الانتخابات كانت مزيفة ولكن مع ذلك بقينا، وقلنا أن هذا النظام يبيع البلاد ومع ذلك بقينا بعد ما قانون مالية 2016، وقلنا لكن الآن لن نبقى لأن الدستور سيمر تعديل الدستور وبطريقة غير شرعية، لأن الدستور المفروض كان يمر حسب مادة فيه أصلاً عبر الاستفتاء الشعبي، سيمر عبر هذا ما يسمى بمجلسين هذا. إذن أنتم سيقوم بكم ديكور، ستعترضون، ستحتجون، ربما حتى لا تدخلوا للبرلمان، وربما لا تذهبوا هناك، لكن مع ذلك سيمر في نهاية المطاف. الأغلبية، النظام سيقول الأغلبية وافقت،
وفي ديمقراطية حقيقية الأغلبية هي التي تقرر والأقلية تحترم، لكن بنهاية المطاف الأغلبية التي تقرر. النظام بديمقراطيته المزيفة، بانتخاباته المزورة، بأجهزته الفارغة، بما يسمى بمؤسساته التي أصبحت لا معنى لها بكل ما يقدم ديمقراطية زائفة للغرب، لأنه هو الغرب، أصدقائه في الغرب الذين يدعمونه والذين يعتبرون أن هذا النظام هو أفضل نظام لهم، يقدم لهم خدمات مجانية، بل يزيدهم الفلوس ويفتح لهم الأسواق لشركاتهم ويفتح لهم الأجواء لطائراتهم ويفتح لهم الخزائن لمن أراد أن ينهب. هذا الغرب يطلب منه أن يبقي على حد معين من ديكور ديمقراطي أنتم تساهمون فيه. أنا وضعت أمس تدخل صغير، كنت قلت قبل يومين، وضعته على الفيسبوك، فإذا